موضوع تزويج القاصرات مقدمة أو أن أجدد الشكر لمنتدى الزهران المقهى المغربية الذي أتاح لي فرصة إنجاز هذا البحث، كما لا تفوتني الفرصة لأجدد الشكر أيضا للسادة أقسام رؤساء أقسام قضاء الأسرة وأطر كتاب الضبط الذين ساهموا بشكل كبير يعني في جمع المادة العلمية المتمثلة في المقررات الصادرة في موضوع تزويج القاصرات على وجه الخصوص، كما أجدد الشكر أيضا للسادة المحامون والسادة القضاة والسادة العدول الذين استجابوا لنداء إجراء المقابلات العلمية الخاصة بالموضوع. أكيد أن كما جاء بالكلمات التقديمية موضوع الدراسة تعلق أو يتعلق بتزويج القاصرات من خلال مدونة الأسرة باعتبارها يعني النص القانوني المؤطر لعمل قضاة الأسرة. ثم الشق الثاني من الدراسة هو الشق الأساسي والمهم المتعلق يعني بجرد المقررات القضائية سواء بقبول طلبات الإذن بالزواج أو بتزويج القاصرات أو برفضها وتحليل هذه المقررات واستخلاص أو استخراج الخلاصات الممكنة من خلالها، لأن الهدف النهائي لهذه الدراسة هو مساهمة المنتدى أو مساهمة هذه الدراسة في بلورة رؤية قانونية تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي فيما يخص تزويج القاصرات. طب بالإضافة إلى أهداف إن صح التعبير أهداف ثانوية أو غير أساسية كالتعرف على موقف العمل القضائي، لأنه مهم جدا أن نعرف واقع الحال أو كما يقال النص القانوني يظل جامدا ولا يمكن أن نعرف خباياه ونعرف عناصر قوته وضعفه أيضا إلا من خلال التطبيق القضائي لهذه النصوص. طبعا تم تقسيم الدراسة القانونية إلى محورين أساسيين، محور القانوني المتمثل في دراسة مقتضيات مدونة الأسرة الخاصة بتزويج القاصرات مقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية والعربية. التشريعات الأجنبية تمتد أساسا في يعني التشريع الفرنسي وبعض التشريعات الأخرى الأوروبية كالتشريع البلجيكي. بالنسبة للتشريعات العربية تم أو وقع اختيار على التشريع التونسي وأيضا التشريع المصري. أكيد هناك مبررات تاريخية وهناك مبررات ثقافية كانت وراء هذا الاختيار، كل ذلك مضمن في الدراسة يعني ربحا للوقت لا داعي للخوض في هذا الأمر. كيف ما قلت كانت هذه الدراسة في ضوء مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة حينما تحدث عن اتفاقية دولية في مجال تزويج القاصرات نتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، نتحدث عن العهد الدولي لخلق الحقوق المدنية والسياسية، نتحدث عن بعض الاتفاقيات الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية وهي أيضا مصدر مهم في هذا الإطار. هذا الشق الأول أو المحور الأول من الدراسة القانونية. المحور الثاني يتعلق بدراسة الواقع العملي والذي تم تقسيمه إلى شقين. الشق الأول رصد للمعطيات الميدانية يعني مجمل الإحصائيات الصادرة في موضوع تزويج القاصرات،
والشق الثاني وقفة مع المقررات القضائية الصادرة في الموضوع سواء بالرفض أو بالقبول. ومن أجل يعني كان لابد من اختيار عينة لهذه للمحاكم التي سوف نقف عند الأحكام الصادرة عنها أو بالأحرى المقررات الصادرة عنها في هذا الإطار، لأنه يصعب جرد كل المقررات والبحث لدى جميع أقسام قضاء الأسرة في المغرب. فكان لابد من اختيار مناطق معينة أو محاكم معينة بالأحرى. فحاولنا تقليل غياب معطيات من طرف يعني الجهات الحكومية المتعلقة بتمركز زواج القاصرات هنا أو هناك. كان لابد من البحث عن التوزيع الجغرافي الذي اعتبرناه أنه الأقرب يعني إلى دراسة موضوعية حتى لا يتركز بحث في جهة معينة. فكان اختيار على هذه جهة بني ملال، فتم الحصول على بعض المقررات في الموضوع. أيضا كان اختيار عن مدينة سلا باعتبار أن جهة بني ملال وجهة الرباط سلا كان في دراسة السوسيولوجية أو الميدانية، وبالتالي كان لابد من مواكبة ذلك بمعرفة موقف القضاء أو الممارسة القضائية الخاصة بالموضوع في هذه المناطق. أيضا كان لابد من انفتاح على تجربة منطقة الشمال، وكان الاستفادة من العمل القضائي لدى محكمة طنجة، نقول محكمة طنجة يعني قسم قضاء الأسرة بمدينة طنجة. أيضا كان لابد من انفتاح على مناطق الوسطى المغرب الجنوب الشرقي ومنطقة الجنوب، بحكم أن السائد ثقافيا أن هذه المناطق تزويج القاصرات فيها أمر طبيعي وسائد. فكان انفتاح على مدينة تارودانت ومدينة طاطا، وربما من نجيب خلاصات سنجد يعني بعض التباين بين هذه المناطق أو المحاكم إن صح التعبير. يعني نمشي مباشرة لمحل الوقت إلى الخلاصات التي توصلنا إليها وبعض التوصيات أو أهم التوصيات التي خلصنا إليها من خلال هذه الدراسة القانونية. أولا على مستوى التشريعات المقارنة، وبصراحة يعني أكرر كما قلت في المداخلة الأولى أن كانت هناك مفاجأة أن التشريعات الأجنبية خاصة التشريع الفرنسي باعتباره يعني تشريع متطور في مجال دفاع حقوق المرأة خصوصا، لا زال يتشبث بالاستثناء المتعلق يعني بتزويج الفتاة القاصرة. وبالتالي على ما أذكر المادتين 144 و145 من قانون المدني الفرنسي باعتباره ما يمدمان موضوع تزويج القاصرات، فالمادة الأولى مادة 144 تحدد سن الزواج 18 سنة، ثم تأتي المادة 145 وتتحدث عن إمكانية الإذن لزواج الفتاة القاصرة. طبعا هناك يعني من بين الخلاصة الثانية وأن هذه التشريعات تختلف إذا كانت تتفق من حيث المبدأ ومن حيث الأصل، يعني المبدأ هو الزواج العادي الطبيعي 18 سنة والاستثناء يمكن يعني أقل من ذلك. فهناك اختلاف أيضا على مستوى الإجراءات، وربما هذا الشق الثاني المتعلق بالإجراءات هو الذي يؤثر في النسب التي نراها على مستوى الواقع. يمكن فرنسا مثلا وكيل الجمهورية النيابة العامة هي التي تعطي الإذن بتزويج الفتاة القاصرة، وكما تلاحظون كما جاء في إحصائيات في كلمة سيد ممثل وزير الدولة حقوق الإنسان أن تقريبا ثلث ملتمسات النيابة العامة هي تسير في اتجاه رفض
التزويج القاصرات الإمكانية بالعامة متشددة أكثر من سادة قضاة أقسام الأسرة. هذه بخصوص شريعات المقارنة. بخصوص الاتفاقية الدولية، الاتفاقية الدولية هي أيضا لا توجد اتفاقية واحدة تنص صراحة على منع تزويج القاصرات. أكيد أن هناك تشديد على أن الأصل هو 18 سنة باعتباره يعني السن العادي، وهذه الاتفاقيات تحيل مسألة تزويج القاصرات. حينما أقول يعني الأصل نتحدث عن زواج القاصر، ولكن الموضوع هو يهم بصفة أساسية القاصرات، لأن نسبة أكثر من 90% يمكن نقول لكم هي تهم الفتاة القاصرة ولا تهم الفتاة القاصر، لأن الفتاة القاصر إحصائيات ضئيلة جدا اللي كيتقدموا فيها الشباب القاصرين بطلبات الإذن بالزواج. كما قلت أن هذه الاتفاقية الدولية هي تحيل مسألة زواج القاصرات على التشريعات الوطنية، وتقول هذه التشريعات يعني تقول يعني برأيها حسب السائد لديها ثقافيا واجتماعيا وتشريعيا، وبالتالي تترك هذا المجال للتشريعات الوطنية، وبالتالي فالاتفاقية الدولية تركت الباب مفتوحا هي الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للتشريعات الأجنبية. هذا فيما يخص التشريعات والاتفاقية الدولية. فيما يخص الخلاصات المرتبطة بالعمل القضائي أو بالأحرى بالنسبة للتشريع المغربي، بالنسبة للتشريع المغربي هناك واحد الآلية اللي هي مهمة جدا وشبه معطلة، إن لم نقل معطلة بصفة نهائية، ومعنا هنا يعني سادة قضاة يشتغلون في يعني أقسام قضاء الأسرة ويمكن يكونوا مكلفين بهذه المسألة الإذن بتزويج القاصرات، وهي البحث الاجتماعي. أكيد أن بعض رؤساء أقسام الأسرة لديهم مبررات وهي مبررات معقولة، ولكن هذه الآلية هي معطلة ومهمة في نفس الوقت اللي هي البحث الاجتماعي. كما تعلمون أن فلسفة البحث الاجتماعي هي أن المساعدة الاجتماعية، مساعدة اجتماعية كيخصها تمشي للأسرة ودير البحث ديالها وتشوف الأوضاع الاجتماعية، تشوف الوضع المادي، ويمكن دير بحث لدى الجيران من خلال، خاصة بالنسبة للخاطب، خاصة بالنسبة للخاطب واللي ما كتاخذوش مدونة الأسرة بعين الاعتبار، وإن كان السادة القضاة المشكورين يأخذون هذه المسألة بعين الاعتبار واستدعاء الخاطب. وهذه نمشي لها، هذه نوقف عندها قليلا حينما الحديث عن التوصيات. بالنسبة للسادة القضاة أو العمل القضائي، أولا يعني من أهم الملاحظات هو أن خروج السادة القضاة عن الاستثناء الذي جاء به المشرع المغربي، أو بتركيز شديد أن السادة القضاة مع زواج القاصرات. أعلى نسبة هي مع قبول الطلب، أعلى نسبة بخصوص الطلبات دائما مع القبول، يعني يمكن توصل حتى 80%، يمكن تفوق 80%. مؤخرا بدأنا نتحدث عن نسب أقل، ولكن عموما لا زالت أكثر من 60-70% من الإحصائيات تقول بأن السادة القضاة مع قبول يعني طلبات ديال تزويج القاصرات. مسألة أخرى هي مسألة ديال اعتماد الخبرة، يمكن هذه غادي نوقف عندها فيما يخص التوصيات. الخلاصة الثانية قبل المرور سريعا للتوصيات هي التركيز على عامل السن. أكيد أن عامل السن هو عامل مهم جدا، ما يمكنش نتصوروا أن فتاة ديال 12 سنة أو فتاة ديال 14 سنة تأخذ الإذن بالزواج، ولكن على مستوى الممارسة العملية هناك تركيز كبير على السن.
يمكن هذه المصلحه الفضلانيه القاصر تبقى في الدرجه الثانيه. اذا كانت الفتاه يعني تصل من العمر 17 سنه او 16 سنه كنعطيوها الاذن بدون التركيز اساسا على المصلحه الفضلى لها. اما اذا كانت دون ذلك متى 15 سنه ولو انها ربما تكون يتيمه ولو انها ما عندهاش معيل ولو يمكن ما نعطيوهاش الاذن، وبالتالي كيبقى التركيز على السن ايضا مؤرق. وهذه من بين الخلاصات التي توصلنا اليها من خلال دراسه العمل القضائي. بتركيز شديد واحتراما للوقت امر مباشره لابرز التوصيات من خلال الدراسه القانونيه والعمل القضائي. يمكن تكلموا على ضروره تعديل المقتضيات القانونيه المتعلقه بتزويج الفتاه القاصره. اولا فيما يخص مقتضيات مرتبطه ب يعني بالتشديد على القاصرات باش القاصرات ما يكونش عندهم واحد غزاره او نسميوها كثره الطلبات. نقول لهم انه في حاله رفض الاذن بتزويج القاصره ومشات هذه القاصره دارت تزوج الفاتحه مثلا، كنقول لها ما عندكش حق في ثبوت الزوجيه. كنقول لها مثلا ما عندكش حق في ثبوت الزوجيه، وهذا الامر كاين في التشريعات مقارنه كالتشريع المصري مثلا. بالنسبه للقاصره التي تتزوج فبدون اذن قضائي لا حق لها مثلا في ثبوت الزوجيه، وبالتالي هنا كيكون تخوف وهناك رادع قانوني في هذا الاطار. خلاصه اخرى مرتبطه بها، لماذا لا نفعل مثلا نظام ديال العقوبات الماليه والتاديبيه في حق الاباء وفي حق هذه القاصرات بصفه خاصه في حاله مثلا مخالفه راي القاضي. احيانا القاضي يعطي امره برفض مثلا تزويج هذه القاصره، فالاب ديالها او الام ديالها حسب الاحوال كيزوجوها بالفاتحه وكيقول لها راه ملي غادي توصل 18 عام يديروا ثبوت زوجي. هذا الاب وهذه الام علاش ما نفعلوش واحد النظام؟ وهذا كاين في تشريعات اخرى، نظام ديال العقوبات التاديبيه والعقوبات الماليه. فالانسان ملي كيشوف راسو مهدد بمتابعه قضائيه او على الاقل تكون الغرامات الماليه يمكن يحجم على مثل هذه الممارسات. الخلاصه او التوصيه الثالثه مرتبطه بتسميه الخاطب. كثير من المقررات القضائيه تم رفض اذن زواج القاصره ليس لامر يعود اليها ولكن لسوء اخلاق الخاطب مثلا. ف يعني الساده القضاة مشكورين في هذا الاطار كيمشيو في هذا الاتجاه، ولكن هذا ما كاينش نص قانوني يلزمهم بذلك. كنقولوا انه من ناحيه التشريعيه فكيخصنا فعلا نشوف هذا التوجه اللي مشاو فيه الساده القضاة، وتسميه الخاطب يكون امر ضروري لان البحث الذي يعني يقوم به القاضي المكلف بالاذن يجب ان يمتد الى الخاطب ايضا وليس فقط الفتاة القاصرة وابويها. على ذكر البحث احيانا تكون الام مثلا مضطرة تحت ضغط الاب يعني للموافقة على تزويج ابنتها القاصرة. فكنا نقترح ان يكون البحث الذي يقوم به القاضي المكلف بالإذن يكون منفرد مع القاصرة ومع الأب ومع الأم أيضا، لأن أحيانا بعض السادة القضاة أثناء المقابلات العلمية كيقول لك راه أحيانا الأم ديال القاصرة كترجع له وتشير أنها ترفض هذه المسألة ورغم انها تصرح امام الاب انها موافقه مثلا على زواج ابنتها. وبالتالي لماذا لا نعطيها حريه التعبير ويكون
يكون يعني بحث مستقل معها ومع القاصرة أيضا. أحيانا تكون أيضا القاصرة تحت ضغط الأب، ونحن نعلم واقع المجتمع المغربي. مسألة أخرى هي المرتبطة برأي نائب الشرع. المشرع ترك للقاضي أو القاضي المكلف يعني بتزويج القاصرات سلطة واسعة في هذا الإطار ديال الأخذ برأي نائب شرعي أو رفضه. نقول أن هذا الأمر لا يستقيم، لأنه لا يمكن أن نقول أن القاضي هو أرحم من أمي القاصرة أو أبيها في هذا الموضوع، خاصة وأن هناك آثار قانونية كبيرة جدا تترتب عن ذلك. فمثلا لو افترضنا أننا سمحنا أو القاضي سمح لهذه القاصرة بالزواج وارتكبت مخالفة خارج إطار الزواج، هنا هذه المخالفة قد ترتب تعويض مدني. من يتحمل هذا التعويض؟ يتحمله الأب والأم اللي كانوا رافضين التزويج ديالها. وبالتالي فرأي نائب شرعي هنا أمر ضروري وما خصوش يكون اختياري فقط. معدل زواج هذا أيضا من بين الخلاصة من بين التوصيات التي يمكن الحديث عنها في الإطار، وأنه ما يكونش عندنا سن السن أو فارق السن كبير جدا ما بين الخاطب والفتاة القاصرة. يمكن تتفقوا على سن معين، ولكن باش يكون السن ديال 30 فرق 30 سنة ولا 40 سنة، أعتقد أن الأمر سيكون صعب جدا لتحقيق غاية المشرع في أسرة متماسكة وحسب ما جاء في المادة 4 من مدونة الأسرة. أعتذر سيد رئيس وشكرا جزيلا.